السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا آسف على التأخير الجامد اللي أنا عملته بعد الدرس الأولاني، والدرس الأولاني كان احتساب درس، فمن المفروض أرفق مع الدرس بتاع النهاردة، بس لظروف خاصة جدا والله ما قدرتش أكمل شرح المرة اللي فاتت، فتأخرت 6 أيام دول. وإن شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض نكمل. النهاردة أشرح حاجة بسيطة كده عشان كلنا نعرف نتعامل بعد كده في الفوتوشوب سوا. اما اجي اقول يا جماعه روحوا على الليرات تروحوا على الليرات، اما اجي اروح على الستايلات تروحوا على الستايلات، اما اجي اروح على التول بوكس التول بوكس اهو، اقول الشريط الرئيسي او القائمه الرئيسيه اهو، تمام. اعدل خصائص الادوات دي من هنا، الالوان من هنا، ماشي. التدرج اللوني ادوس على السهم كده، اي حاجه عاوزه كل في الادوات اللي يبقى تحتها سهم كده بيبقى في ادتين تحتها، تمام، او اكتر من الالات تحتها، يعني ممكن اختار منها كذا الة تانية، بنسل كلر ريبليسمنت تول ميكس براش تول، كل دول ادوات اقدر اختارهم من تحت الفرشة، وهنا برضو كل الاداة تحتها سهم اقدر اختار من تحتها كذا الة تانية، وده بيرجع الالوان الاصلية وده بيعكس الالوان زي ما كانت، وده بتاع الماسك. يعني هشرح ده كله دلوقتي بالتفصيل. بسم الله. اولا قائمة ويندوز اللي فوق دي من خلالها اقدر اظهر الحاجات اللي ظهرت دلوقتي، يعني مثلا الليرات لو شلت صح من قدامها هتختفي من هنا، تمام. شلت الستايلز من قدامها الستايلز اختفت، شلت من قدامها الاوبشن التول بوكس اختفى، لو شلت الاوبشن قائمة الاوبشن اللي فوق اختفت، اللي هي بتتحكم فيها بشريط الادوات. ده الفوتوشوب الافتراضي بتاعي اللي بيطلع انا عاوز اضيف فيه الحاجات اللي انا عاوزها. يعني مثلا انا عاوز اضيف قائمة الانيميشن، ظهر لي شريط الانيميشن من تحت، تمام. عاوز اضيف قائمة التشانلز، ظهرت قائمة التشانلز. قائمة التشانلز والباث واللايرز التلاتة دول بيكونوا مع بعض في جروب واحد، عشان كده بيظهروا مع بعض التشانلز واللايرز والباث. اللايرز طلعت معايا، تمام. ويندوز ده تعليم على ايه، على اللايرز عشان انا واقف عليها، والتشانلز بصوا واقف عليها، والباس تعلم انا عشان انا واقف عليها، تمام. معلم ده طلع اللايرز. انا ده عاوز اظهر مثلا قائمة الكولرز، ظهرت الكولرز. الكولرز بيظهر معاها السويتشز والستايلز. الستايلز احنا بنستخدمها اهي، تمام. برضو جروب زي دي جروب، تمام. ممكن انا اضيف حاجات جوه الجروب هنا واشيل حاجات من الجروب عادي براحتي خالص. انا عاوز اضيف قائمة تانية، طبعا شريط الادوات لازم اضيفه. ادي كده مثلا عاوز اعمل ايه تاني. انا اعتقد ان دي شاشة، يعني افضل شاشة اقدر اشتغل من خلالها. لو تشتغل في عمل مساحته كبيرة، يعني مثلا 1024×868، اي احجام كبيرة، ممكن اخفي الانيميشن لانه ساعتها هيتقل عليا في العمل. وياريت تكبر كلمة ليارات لو هشتغل في عدد ليارات كبير. وطبعا دي الحاجات الرئيسية اللي اي حد بيستخدمها، ودي شخصيا اللي بتريحني. ممكن احفظ بيت عمل زي ما قلنا المرة اللي فاتت، قطعت عدد اقسام من دول نيويورك سبيس، ادوس عليها بعد كده اقلل النيم بتاعها، اكتب اي نيم دول في الارتس مثلا. وبعد كده ايه، عاوز تحفظ شورت كات الكيبورد شورت كاتس، اقول له يس او نو. يعني انت مثلا ممكن تعمل كاستمايز للكيبوردز بتاعتك على البرنامج، والمنيوز اللي انت ظبطتها دي اقول له ماشي اوكي سيف، انا عاوز بس المنيوز بس، اوكي سيف. خلاص اتحفظت الورك سبيس بتاعتي، ده فين دول في الارتس كده، ممكن اختارها في اي وقت. يبقى دلوقتي انا عاوز اعرف بقى، انا دلوقتي عرفت ازاي اظهرهم واخفيهم. ايه بقى فايدة قائمة الليارات، ايه فايدة قائمة الستايلز، وايه فايدة التول بوكس؟ قائمة الليارات لا غنى عنها، يعني بدونها ما تقدرش تعمل حاجة في الفوتوشوب. ليه؟ دلوقتي طبعا القائمة كلها كل حاجة فيها مقفولة، مش عارف ما اقدرش اعمل حاجة فيها، لان انا مش فاتح عمل جديد في السبيس في الورك سبيس. هنا هعمل فايل نيو او كنترول ان، سهل لي القائمة دي. القائمة دي من خلالها بقدر اعمل كاستمايز لمساحة العمل اللي انا هشتغل فيها، يعني اسمها مثلا دولفين، تمام. مثلا حجمها انا عاوزه مثلا 600 في 400 في 100 و200 مثلا. الريزولوشن بتاعه 272، تمام.
الخلفية مثلا في وايت ماشي، في باك جراوند كولر، وفي ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني شفاف، انا اختار ترانسبيرنت. لا خليها وايت احسن. رايحين اقول لك حجم الصورة الافتراضي دلوقتي اللي انت عملته 300 ومش عارف كام، 351 كيلو. ابدأ بسم الله. كاريت العمل بتاعي، تمام. كاريت العمل بتاعي اسمه دولفين. الفيو بتاعه دلوقتي 100%، نوع RGB على 8 بت. اول ما فتحت العمل الجديد اتضاف عندي في كلمة ليارات، وكلمة ليارات كلها اتنشطت، تمام. الا بعض الحاجات فيها بتنشط في حالات معينة بنقول عليها اثناء العمل، تمام. دلوقتي قائمة الليارات اول ما حطيت اول لير مقفول، تمام. لو جيت اضيف لير جديد عن طريق هنا القائمة، الصورة دي معناها نيو لير، هضيف لير، اضافة لير جديد لير 1. عاوز اضيف مثلا، انا عملت مثلا لير 1 اهي، ولير 2 ولير 3 ولير 4 ولير 5. عاوز احط الليارات دي كلها في جروب معين بحيث انا اقدر اتحكم عليهم كلهم مرة واحدة، او احفظهم، او اصغر مساحة العمل مهما كان. عاوز اضيفهم في مجلد واحد، اضيف لي كرييت نيو جروب، ضفت الجروب الجديدة، اعلم على الصورة اللي انا عاوزها، دوس كنترول، وادوس على الصورة اللي انا عاوزها، اقف على اول صورة ودوس، وعلى اخر صورة ادوس شيفت، وعلى اخر صورة ادوس، تمام، على اول صورة وعلى اخر صورة ادوس شيفت، تمام. كلهم جوه الجروب الاولانية، ممكن اخدهم كلهم واحط ازرهم كلهم براحتي، وممكن احذفهم كلهم بزرار ديليت اللي في الكيبورد اتحذفوا، تمام. هنا بقدر اتحكم في ايه، درجة الالوان، تمام. وده الماسك، ده اضافة البيدنج على الصورة، وده ربط الليرز مع بعضها. ده اللي هو ايه، ده الماسك، وده اللي هو ايه، بيقول كرييت نيو او كرييت نيو فيل او ادجستمنت لاير. يعني في هنا في قائمة الليارات دي لو جيت اعمل نيو لاير، تمام، دي الخيار ده يكافئ الخيار ده، تمام، و دوبليكيت لاير يكافئ الخيار اللي انا لو جيت دوست كليك يمين على اي لاير. دوبليكيت لاير، دوبليكيت لاير يعني عمل لاير جديده نسخه من نفس اللاير دي. يعني لو انا جيت على اللاير اللي انا فيها دلوقتي دي مثلا، وجبت الفرشه، تمام، وغيرت نوع انا ما ظهرناش قائمه اوبشن، دي حاجه مهمه جدا نسيت اظهرها، قائمه اوبشن، تمام. القائمة دي انا ده خلالها اتحكم في نوع الادوات اللي انا استخدمتها، تمام. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي اخترت فرشة، انا عندي فرش كتير، انت هتلاقوا عندي عدد فرش صغير، او ارفع لكم فرش ان شاء الله من المنتدى. اخترت الفرشة، صغرت السايز بتاعها، تمام، بقت فرشة صغيرة. يعني مثلا انا لو جيت على اللير دي، تمام، وعملت كده مثلا احمد، تمام، عاوز اعمل كوبي من الكلمه دي. اولا هاجي على اللير دي، دوبليكيت لير، قال لي دوبليكيت باك جراوند، اسمها اللير ايه، باك جراوند، از باك جراوند كوبي، اقول له تمام. الدوكيمنت في الملف اللي اسمه احمد دولفين، اقول له تمام، اوكي. بقى في ليرين، باك جراوند، باك جراوند كوبي، بحيث ان انا لو خفيت دي ظاهره حاجه اسهل. انا لو اختار ده اديت سيليكشن تول، جيت شديت واحدة فيهم مثلا كده اللي هي احمد اللي فوق، تمام، شديتها، بص احمد اللي تحت تحتها هي. بقى دلوقتي قدامي ايه، في 2 layers، تمام. دي الحركة دي من خلالها بقدر اعمل حاجات كتير جدا جوه الفوتوشوب، تمام. حضرتك مش عاوز اللير انا عملتها قبل كده دي. دلوقتي في حاجة، في قفل ظهر جنب اللايرز عندي، اللير الاولانية اللي هي الباك جراوند. اولا عن طريق ضغط دبل كليك على الصورة هيظهر لي نيو لاير، لاير نيم، لاير زيرو، وبيجيب لي خصائصها كلها، الكالر بتاعها نون، والمود نورمال، والاوبست 100%. اقول له اوكي، اتشال القفل. لو حصل قبل بعد كده وظهر القفل ودوست له دبل كليك عليه وما جابليش القائمه اللي كان جابها اللي هي بتعمل فيها خصائص الصوره، بجيب من عن طريق ايماج مود كالر مود، بخلي المود ده RGB. RGB ده اقدر اعدل فيها اللي قلت لكم في الاول، اول ما كريت البروفايل الدوكيمنت بتاعتي لازم يكون المود بتاعي، المود بتاع الكولر بتاعي RGB. لو اخترت ده مش هقدر اشتغل، ولا ده مش هقدر اشتغل، تمام.
انا دلوقتي عرفت بعد الخصائص في قمة الليارات. يعني دلوقتي مثلا انا لو جيت عملت لير جديدة نيو لير واخترت اداة الفيل، تمام، واخترت مثلا دوست هنا، تمام، بص دوست هنا على مربع هيظهر لي مربع الالوان، اقدر اختار من اي لون براحتي. اخترت انا اللون ولونت بقى لون احمر. انا دلوقتي عاوز يكون الكلمة ظاهرة دلوقتي اللير الحمراء فوق اللير بتاعت احمد. انت لما تيجي مثلا تحط كتب فوق بعض، لو حاطط كتاب لونه ابيض فوق كتاب لونه اسود، انت لما تيجي تبص هتشوف كتاب لونه اسود مش هتشوف كتاب لونه ابيض. نفس الحكايه دي في اللايرز. اللايرز دلوقتي انا حاطط لاير فوق لاير، اللاير اللي فوق هتظهر فوق اللاير اللي تحت. يعني انا لو شديت اللاير دي الحمراء هتظهر تحت احمد، هتظهر تحتها، بس لان انا عامل احمد على خلفيه بيضاء فمش هتظهر تحتها. يعني الدليل ايه؟ انا لو جيت دلوقتي مسكت الاستيكه، تمام، مسحت جزء كده من اللير، اسف لازم اقف على اللير الاول اللي هشتغل عليها، وقفت على اللير احمد، مسحت الجزء ده مثلا، ظهر لي اللير اللي تحتها اللي هي اللير الحمراء. تمام، دلوقتي انا عرفت اللير احمد فوق اللير الحمراء. انا دلوقتي عاوز اتراجع على الخطوه اللي عملتها كنترول زد. انا عاوز احط اللير الحمراء فوق اللير احمد، بس اخلي لون لير احمد باضاءه حمراء. يعني عاوز اغير نوع اللير 1. هاجي هنا بدل ما اخليها نورمال هفتح القايمة، في عندي كتير جدا من الانواع، هختارهم بالدور، انجرهم بالدور، تمام. في هنا دي ما اثرتش معايا في الاضاءة، هي احسن واحدة اثرت معايا في الاضاءة. دلوقتي في عندك داركن، لغى الابيض وحط الاحمر مكانه. في عندك مالتي بلاي نفس الحكاية، في كالر بيرن يعتبر حرق الالوان او لون محروق. المهم مش مهم التسمية خالص معايا، المهم ان انا دلوقتي اشوف التأثير بتاعه. تمام، اهو ده عكس عندك الاسود مع كارو احمر، السكرين نفس الحكاية، اعمل عليه اطار نفس الحكاية نفس الحكاية، ده كتب الكلمة بالاحمر، تمام، جوه الاحمر، ده كتب الكلمة بالاحمر، ده كتب الكلمة احمر وابيض، كل واحد يلونها بطريقة معينة. بستخدم انا الحكاية دي في دمج الصور مع بعض، في مثلا عمل تغيير لخصائص صورة معينة، بحيث ان انا عاوز اعمل اضاءة على صورة معينة بطريقة معينة. دلوقتي انا اقدر اعمل حاجة تانية. دلوقتي اللير الحمراء فوق اللير احمد، تمام، انا عاوز اظهر لير احمد من غير ما اخفي مغاير خصائص اللير بتاعت لير 1 دي. اجي في عندي في اتنين، في الفيل والاوبستي. الفيل من خلال اقدر اخفف الفيل، يعني ملء، اقدر اخفف ملء بتاع اللون اللي هو الاحمر، تمام، ويظهر عندي اللون اللي هو ايه كلمة احمد، تمام. والاوبستي نفس الحكاية، اقدر اخفف شفافية اللون من هنا، تمام، اجيب 100% تاني. طول ما انا في قائمة الليارات مش واقف على حاجة، ما بتنشط ليش غير الحاجات اللي تحت بس، والحاجات اللي فوق ما بتنشطش، تنشط الحاجات اللي فوق او مدوس على اي ليرز بحيث انه يكون عارف هو واقف فين عشان يشتغل على ايه. وكذلك اي لير انا واقف عاوز اشتغل عليها لازم اكون واقف عليها قبل ما اشتغل. يعني انا دلوقتي على لير احمد، لو جيت هنا مثلا مسكت القلم الفرشة اسف، واتعملت هنا مثلا دايرة كده، تمام، الدايرة دي نص خط مثلا كده ظهر جوه اللوحة، خط كده، الخط ده مش ظاهر قدامي دلوقتي، بلاش انت تقول اللون احمر، اخلي مثلا اللون اسود، تمام. جيت على انا هنا، انا واقف دلوقتي ايه على لير احمد، تمام، واللير الحمراء اللي ظهر قدامي عادي، لان اللير الحمراء هي اللي فوق. جيت مثلا عملت الخط ده كده على لير احمد، تمام، ما ظهرش قدامي على الحمراء، بس انا دلوقتي لو خفيت الحمراء هتلاقي اللير الخط ظهر على لير احمد. ليه؟ لان انا كنت واقف على لير احمد ساعة ما عملت الخط. لا، انا بقى عاوز اقف على اللير الحمراء عشان ارسم على الخط اللي انا عاوزه. مثلا جيت على اللير الحمراء، عملت كده، عملت كده، عملت كده، تمام، الخطوط دي ظهرت على اللير ايه بتاعت احمد، الحمراء، اسف. لو جيت خفيتها اتخفت مع خطوطها، تمام. انا عاوز ما اشوهش اللير، وعاوز احط خطوط فوق بحيث ان انا لو اتضايقت من خطوطي بعد كده ممكن احذف اعمل لير جديد، بيكون اللير دي بيكون ترانسبيرنت شفافه يعني، وبعد كده اعمل لير الخطوط اللي انا عاوزها. دلوقتي اللير بتاعت الحمراء زي ما هي، واللير احمد زي ما هي،
تمام، واللير بتاعت الخطوط بتاعت زي ما هي، يعني كل تلات لير بقوا زي بعض اهو. ادي الخطوط لوحدها خلفيتها ترانسبيرنت، تمام، وادي الحمراء تمام سليمة، وادي احمد سليمة، وادي احمد مع الخطوط سليمة. دي كده بعض الحاجات اللي هنقابلها في قائمة الليارات، هي قائمة مهمة جدا في الفوتوشوب. نشرح التلات حاجات دول. اول حاجة انا عاوز دلوقتي اعمل مثلا تأثير معين، او اضيف بعض التأثيرات معينة، دروب شادو، انر جلو، اي حاجة من التأثيرات الخاصة بفوتوشوب. هعمل هنا كليك يمين على الصورة بليدنج اوبشنز، اجي عليها اقدر من خلالها اعمل دروب شادو للصورة اللي انا واقف عليها. انا دلوقتي واقف على انهي لير؟ واقف على لير بتاعت الخطوط التلاتة دي، ماشي، اعملها دروب شادو. طبعا باين دروب شادو، ركزوا خدوا بالكم هنا معايا، تمام. اقدر مثلا اتحكم في دروب شادو ده، مثلا ايه، اخلي الزاوية بتاعته مثلا كده، اخلي زاويته كده، ازود الديستانس بتاعه مثلا، اقدر اعمل في السايز بتاعه اعمله كده مثلا، اقدر اضيف انر شادو جوه اللوحة مثلا، جوه اللوحة مثلا، واخلي لونه ابيض مثلا، تمام، واخلي البليدنج مود بتاعه نورمال، تمام. واقدر برضو اضيف هنا برضو من خلالها اوتر شادو، اقدر اضيف من خلالها اوتر شادو اللي هو ال اسف اوتر جلو، اوتر جلو اللي هو الظل الخارجي الاصفر ده اللي ظاهر، تمام. وفي اللي هي انر جلو الظل الداخلي، تمام. وفي اللي هو بليفل ايموشن، زي تقسيم او حاجه سلسله الابعاد جوه ستان لون بيغطي عليها، color overlay بختار لون، لون معين بدل اللون الاصلي بتاعي. هنا ال gradient overlay بقدر اضيف ال gradient بدل اللون، ال pattern overlay بقدر اضيف pattern بدل اللون برضو، ال stroke بضيف اطار على التصميم بتاعي، تمام. دي قائمة بيلينج. دلوقتي احنا عملنا ثلاث ليارات بقائمة كاملة. دلوقتي احنا خلصنا جزء بتاع الاير، وهضطر اقفل النهاردة كده عشان حجم الفيديو بس ما يكبرش، وعشان الرف، وان شاء الله المرة الجاية نكمل التول بوكس وقائمة الستايلز. واسف لو كان في اخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.